اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. ربما في اكثر من حلقه سابقه كنا قد تحدثنا عن العشوائيات في العراق، واليوم نتحدث ايضا عن العشوائيات والذي جعلنا مره اخرى وربما سنتحدث بها مرات قادمه ايضا. اليوم الذي جعلنا مثل ما اقول الذي جعلنا نتحدث في هذا الموضوع هو هذا الاستعراض الذي تجريه حكومة مصطفى الكاظمي، التي تدعي أنها يعني توفر للعراقيين مسكنا بتوزيع الأراضي السكنية عليهم. في كل يوم يخرج علينا الكاظمي ومجلس وزرائه العتيد ليقول أنه وزعنا هالقد أراضي سكنية على الناس. هذه القضية تزيد قضية العشوائيات، تخرب الناس. أنت في المدن من الطبيعي جدا عندما توزع الأراضي السكنية قبل توزيع الأراضي السكنية في كل العالم توفر لقطعة الأرض التي تتوزع للناس وتبنى عليها بيوتهم عماراتهم مسكنهم، تؤسس لها بنى تحتية، مجاري ومياه وكهرباء وخدمات وأرصفة وشوارع وكل شيء، ومدارس ومستشفيات وكل شيء يؤسس لها وبعد ذلك توزع أو توضع في التخطيط وبعد ذلك توزع. لكن أن نأتي الأراضي شاسعة في العراق، أن نأتي ونوزع الأراضي للعراقيين ونقول لهم روحوا ابنوا، هذه كارثة كبيرة. نحن يعني نوسع إطار وجغرافية العشوائيات في العراق، وهذه عشوائيات مشروعة لأن الحكومة وزعتها، وهناك عشوائيات غير مشروعة لأن هم استولوا عليها، وبالتالي العراق كله في عشوائيات. في يعني كل دول الدنيا تمر يعني أزمات سكنية، لكنها ملف السكن عندهم منطقي، فيه إحصائيات، فيه تخطيط، فيه بعد نظر، فيه رؤية دقيقة، ليس هكذا عشوائيا نوزع الأراضي على الناس. وماذا يفعل بالأرض؟ كيف يبني الأرض؟ كيف يبني؟ وش قد كلفة البناء؟ ومين يجيب هذه الكلفة؟ ونعطيك سلفة، ويا أي سلفة تكفي لبناء غرفة واحدة في العراق في هذه الأسعار المتضخمة، في هذا الفقر، في هذا الجوع؟ هو ما عنده مكان يسكن به، ما عنده لا يستطيع توفير رزق يومه، أكل يومه لعياله، يروح يبني؟ أنت اعطيته أرض؟ هذه الكذبة شنو؟ ما هذا الضحك على الناس؟ وكيف توزع الأراضي ولمن؟ ومن سيستولي عليها؟ وبالتالي يعني هذه أرض العراق مشاع بهذه الطريقة. يعني مثل عبد الكريم قاسم من بدل من يعيد الناس إلى أراضيهم الزراعية ويفعل الزراعة ويساعدهم على الزراعة ويعطيهم محاصيل وينفق عليهم ويعطيهم سلف زراعية لكي يجعل من العراق بلدا زراعيا لا يعتمد على النفط، جاء وبنى لهم مدن في بغداد ليسكنهم، وبالتالي خرب الدنيا، خرب الزراعة، خرب المدن وشوه، وبالتالي دفعهم إلى المجهول، والآن العراق يدفع الثمن. هذا واقع الحال. فبالتالي هؤلاء الآن نتحدث عن العشوائيات يعني صارت هناك عشوائيات مشروعة وعشوائيات غير مشروعة، عشوائيات أوجدتها الحكومة بتوزيع الأراضي بهذه الطريقة، وعشوائيات الناس استولت على الأراضي فيها وبنت أو استولت على مساكن وسكنت بيها ومخازن وسكنت بيها وحولتها ما أعرف. بالتالي الإحصائيات تحدث أنه في بلد، هذا بلد الثروات الهائلة، هذه فيه أزمة سكنية تطحن بأهلها. 12% من العراقيين يسكنون في العشوائيات، أكثر من 3.5 أو 4 ملايين عراقي يسكنون في العشوائيات. وطبعا هذه العشوائيات تنمو فيها العصابات، تنمو فيها المخدرات، تنمو فيها كل شيء شاذ وغير طبيعي وغير صحي، لأنه لا مدارس ولا خدمات ولا رعاية ولا أمن ولا رقابة ولا كل شيء. كل من يسكن وبطريقة عشوائية وبطريقة هناك 30% من الأسر في العراق لا يملكون مسكنة،
لا يملكون مساكن يسكنون فيها. هناك أزمات مالية، هناك غياب تخطيط، فساد، الهجرة من الريف إلى المدن، هذا كلها ساعدت على وجود هذه العشوائيات، غياب الخدمات، نمو السكاني هذا اللي غير منطقي وغير محسوب. بالتالي العشوائيات هذه توزعت، والعشوائيات لم تعد على الأرض فقط، لم تعد سكنية فقط، لكن عشوائيات الأساس فيها عشوائيات سياسية وعشوائيات اقتصادية وعشوائيات في الفكر والتوجه والتصرف. هذا واقع الحال، إن لم تكن هناك عشوائيات في فكر الحكومة، فكر هذه الحكومات من عام 2003 لحد الآن، لم تكن فيها فوضى، لا فوضى، لما حصلت الفوضى حصلت العشوائيات في العراق بهذه الطريقة. الآن يعني هناك حوالي أكثر من 4000 عشوائية في العراق، هذا عدد هائل ومهول، يعني 12% من العراقيين يسكنون في العشوائيات، وبالتالي أنت فقراء يعني، وانت عندك اكثر من يعني وزاره التخطيط تتحدث عن اكثر من 30% 36% من العراقيين فقراء، اكثر من 12 مليون الى 13 مليون تحت خط الفقر يسكنون، يعني ياكلون من المزابل. هؤلاء اذا ما اعطيتهم اراضي كيف يبنون هذه الاراضي؟ ومن اين يبنوها؟ هم لا 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 مصدر رزق لهم. وهذه في هذه العشوائيات ناس تولد وناس تموت، لا احد يعرف، لا احد يدري ما الذي يحصل. هذا واقع الحال، هذا واقع العراق. ربما تحدثنا في حلقة سابقة عن الهجرة، هذا جزء من أسباب هجرة العراقيين وهروبهم من العراق، هذا جزء من هذه العشوائية التي السياسية والفكرية والنفسية التي أثرت على العراقيين، نظام الحكم العشوائي الذي أوصل العراقيين إلى كل هذه العشوائية وكل هذه الفوضى، واللي جعل أهل العراق يهربون إلى الخارج يبحثون عن ملجأ آمن. مع الأسف الشديد هذا البلد الجميل الرائع اللي كله خيرات يعني يصل إلى هذه الدرجة، يصل إلى مستوى ربما لم تصله دول في مجاهل أفريقيا، فقيرة تحتاج إلى المعونة. لكن العراق الآن أيضا يستدين ويحتاج إلى المعونة، لأنه أمواله كلها منهوبة فساد وخراب ودمار وطائفية وعرقية ومحاصصات، ويتحدثون عن عراق جديد. مع الأسف الشديد العراق الجديد هو عراق الخراب والدمار والكارثة. أترككم بخير أعزائي المشاهدين، وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.